وانطلقت الآن أفراس الإنتاج السعودية التي لم تكسب عمر 3 سنوات في شوطها الرابع في جزئه الثاني على جائزة حشاش العرجاني يرحمه الله أحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. هذا الشوط على مسافة 1650 مترا وقيمة الجائزة 18,000 ريال. والصدارة لمعاني الآن في المركز الأول، المركز الثاني لشديدة، شديدة في المركز الثاني، الثالث للقمرية، ومتابعة أيضا من جوهرة العز من الخارج، والصدارة في المركز الأول، متابعة من جوهرة العز في المركز الثاني، معاني المركز الأول جوهرة العز في المركز الثاني الآن، والمركز الثالث متابعة من بقية الجيات في هذا الشوط الذي تبلغ مسافة 1650 مترا، والمركز الأول لمعاني بقيادة الخيال راموس الآن، ومحاولات أيضا من شديدة في المركز الثالث مع تقدم أيضا جهرة العز في المركز الثاني، والمنعطف الأخير باتجاه خط النهاية معاني في المركز الأول، محاولات من شديدة في المركز الثاني، والتنافس الثنائي، الصدارة الآن لشديدة بفارق نصف طول تقريبا، والمركز الأول لشديدة بقيادة أحمد الشايع الآن، شديدة المركز الأول معاني المركز الثاني، ومتابعة أيضا من أزمة المغترة في المركز الثالث، والصدارة كما تشاهدوا ما شاء الله تبارك الله لشديدة بقيادة الخيال أحمد الشايع. إذا شديدة لأبناء الأمير عبد الله بن عبد العزيز في المركز الأول للشوط الرابع في جزئه الثاني.